وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، يعني وين ما تروح، إذا بالأرض، إذا بالسماء، إذا بالبحر، إذا بالجو، إذا بالصحراء، إذا بالمدن، الله سبحانه وتعالى نحن في قبضة الله، قبضة قدرته ومملكته وسلطانه، ما نخرج عن سلطان الله، ولن نعجزه هربا. يعني أنا وإنت نقدر من سلطة الله نهرب؟ نقدر نهرب؟ ما نقدر. الجن هم كذلك، ولن نعجزه هربا. ما نقدر نهرب من قدرة الله، من حكومة الله، ولا يمكن الفرار من حكومتك مثل ما الجن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن، يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجو والسماوات والأراضين والبحار والأنهار كل في قبضة الله، هذا معناته.